ناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة سياسة الحكومة حول منظومة الابتكار والإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المبتكرين ورواد الأعمال وجميع الأطراف المعنية بما يتواكب مع المستجدات والتغيرات التكنولوجية المتسارعة. على وقع اهتمام الدولة بالابتكار وريادة الأعمال كأداة فعالة لتنمية الاقتصاد ومجالاته المتعددة، جاءت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ. المجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ناقش استيضاحا بشأن سياسة الحكومة حول منظومة الابتكار والإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال ومواجهة التحديات المختلفة أمام المبتكرين ورواد الأعمال. التكنولوجيا والابتكار دور الهام في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة، وقد أظهرت العديد من الدراسات التي أعدت قبل صياغة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 مدى مساهمة العلوم والتكنولوجيا والابتكار في التنمية. وفي ضوء التطور التكنولوجي الهائل الذي يمر به العالم، بات تشجيع الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال فرصة مواتية لمعالجة البطالة والتمكين الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية. إزاي نقدر نعمل مدن وحضنات لهذا الشباب بحيث ان هو يقدر افكاره ترى النور ويبدع ويلاقي بيئه صالحه ان هو يكون موجود وافكاره ترى النور؟ اعتقد ان ده اولويه من اولويات الدوله المصريه في بناء الانسان المصري. يجب ان يكون قطاع التكنولوجيا هو قطاع بيلعب دور اساسي في زياده هذه الصادرات. يمكن وجود سياده الوزير النهارده معانا يمكن أن يدينا الضوء، يعني يلقي الضوء على ما هي الخطوات التي تقوم بها الوزارة فيما يتعلق بزيادة الصادرات المصرية للخارج في مجال التكنولوجيا والمعلومات والاتصالات. مناقشات النواب والتي أعقبها عرض لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت أكدت على الدور المهم للتكنولوجيا والابتكار في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة، لتتم الموافقة على إحالة الموضوع إلى لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإعداد تقرير يعرض على المجلس. أقترح على حضراتكم إحالة موضوع طلب المناقشة العامة والمناقشات التي دارت حوله وبيان السيد الوزير إلى لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لبحثه وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس. فهل توافقون حضراتكم على ذلك؟ موافقة. الجلسة العامة لمجلس الشيوخ تضمنت أيضا عرض توصيات لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول تعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات، وتمت الموافقة على ما انتهت إليه اللجنة وإحالته إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد من توصيات.